بفاميلي اليوم ضيفتي ريتا الحاج جريجيري المعالجة النفسية، وموضوعنا مثل ما قلنا عنه الصبح هو عن الثنائي، إنما عن الغضب لوين بيودي الثنائي. صبح الخير ريتا. صباح الخير. اشتقنا لك. ايه وانا اشتقت لك رانيا. ريتا حكينا اليوم مع بكرة عن الكوبل، عن الثنائي، وقدي رقم اثنين هو رقم الجمع إذا فينا نقول بين شخصين، إنما بشع كمان هيكونوا هالشخصين عم يبعدوا عن بعض، وسبب من أسباب الابتعاد هو الغضب. فسري لنا شوي ليه بيصير في غضب، مين الشخص الغاضب وكيف بيأثر على حياتنا؟ هلأ لما منقول غضب أصلا كل الناس مشمولة، مثل كأنه يعني هي عاطفة طبيعية بالأول. بس المشكلة لما بتصير بتدمر حياة الثنائي وبتصير سبب من أسباب أنه الناس تترك بعض أو ما تعود عيشة سوا، والأصعب من هيك أنه تتدمر علاقتهم مع بعض طبعا. والناس بتغضب لعدة أسباب، وبحب أنا شبهها بالبريستو. يعني مثل كأنه بيكون في إشياء نار دايرة تحت وهو محقون من اشياء. وبتصير الانفجارات بتصير بالاغلب بالشخص اللي اكثر شيء بتكوني معه، يعني الثنائي تبعك. يعني بتتراكم القصص وبعدين بتتراكم، يعني اذا بدك كبايه بتمتلي 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 واخر شيء ببلش تفور. واللي بيطلع منها هو كل الوجع والالام الماضي. انما عم بتقولي لي ريتا انه هالشعور طبيعي يكون عند جميع الناس، يعني كل شخص يوم او يوم تاني بده يغضب وبده يعصب من شيء وبده ينفعل، يمكن يكون عنده هالردة الفعل الغاضبة. هلأ في ناس يمكن بيحطوا بقلبهم وما بيبين عليهم، إنما طبعا رح يوصل نهار ويفرجوا هالشي. ولكن ليه بتوصل لمراحل بتكون مدمرة، وكيف أو مين الشخص اللي ما بيعود مسيطر أو بيتخطى هالحدود؟ هي المشكلة إنه في نوع الغضب الطبيعي اللي هو بنخلطه مرات مع الغضب المزمن. يعني الغضب اللي معبي الكباية من زمان وسنين وسنين وسنين، وبالعادة بيطلع بالثنائي أو بالولاد، يعني مش بس الثنائي، بس الأشخاص اللي أقرب شيء عليهم. والثنائي أكثر شيء عم نركز عليه لأنه هو بيشبه صورة الأم والأب. يعني الفتاة بتفتش على صورة بتشبه صورة بيها أو عكس صورة بيها، والام والشاب بفتش على حدا تشبه صوره امه او عكس صوره امه. فبيكون يعني في نحن غضب عم نحكي عن الحياه الشخصيه، عن الحياه الشخصيه اكزاكتلي. فبيكون في غضب مكبوت من سنين سنين سنين، وبيكون مثلا البنت عندها اياه على بيها لانه كانت علاقتها معه مش منيحه، فبتوصل لوقت بتفجر هيدا الغضب بانه جوزها مثلا عمل شغله صغيره قدامها او انه تصرف بطريقه ما كان ماشي الحال. في إعادة مثل كأنه إعادة حسابات، بس الحسابات ما عم يدفعها الشخص المعني، عم يدفع لحساب الشخص اللي أنا عم ببني حياتي. حلو كتير كيف عم تفسري لنا إياهن بهالطريقة المبسطة ريتا. لكن اليوم رح نجرب نحكي سوا عن الأسباب وعن كيف بتبين كيف بيبين الغضب القديم، وطبعا كيف فينا نعالجه. هالأسباب يلي تفضلت وقلت إنه إجمالا بتكون من الأهل، شو معقولة تكون يعني هيك إذا منحدد كم سبب؟ يعني ريتا، لما بيكون في حسابات بين الطفل اللي عم ينبعه بين أهله، بيكون كبتهم وكمل حياته عادي، عم بيكمل حياته عادي وعم بقول أنا تخطيتهم. أو حسابات مثلا بين حدا متعدي جنسي أو متعدي بالضرب، فبيبقى في حسابات مرات بيدفعها شريك الحياة. يعني مرات بتلاقي علاقات حميمية مخروبة بسبب تعديات قديمة وما بينحكى فيها وما خصوا فيها الثنائي وما بينحكى فيها أو ما بتتعالج، لأنه مرات بينحكى فيها بس مش كافي. يعني الشخص اللي يعتد عليه هو وصغير ريتا، إن كان رجل أو إن كان امرأة، كيف تتبلور ردة فعله عن كبر؟ كل شيء فيه ظلم وغبن، شعور بالغبن بيودي للغضب. والغضب إذا جلد بيصير ديبريشن. فالديبريشن هي يعني الإحباط الشديد، هو نوع من الغضب المكبوت اللي انكبت والإنسان طلعه بحاله فطلعه بالديبريشن. فلما بيكبت الإنسان الغضب تبعه بده يوصل لمطرح بده يطلع أو بيطلع بحاله. في ناس بيصيروا سوسايدل، يعني عندهم أفكار انتحارية لأنه عم بيطلعوها بحالهم أو بيطلعوها بالديبريشن، أو في ناس بيروحوا نحو نوع من الإدمانات. بس كلهم سوا هو غضب موجود ما راح هيدا الغضب لمطرح، فقام جلد بطريقة معينة وطلع بهالطريقة وطلعت الفشة الخلق بالشريك الحياة اللي هو أكتر شخص عبالنا نكون معه وحيبينه، بس لأنه قريب منا ولأنه نحنا تحت ضغط البريستو
بدها تنفجر، وراح اكثر شيء راح يتاذى الشخص نفسه والشخص. مرات بيكون الانسان عن جد من كل قلبه رانيا بده انه يعمل علاقه منيحه، بده يعمل عائله منيحه، بتشوف الكوبليت عن جد من كل قلبهم بدهم، بس ما بيعرفوا شو بيصير. بيقولوا لي بالعياده انه ما عرفت شو صار معي حتى هيك انفجرت، او ما عرفت شو صار معي لهيك انفجرت فيها. وهذا الانفجار هو مش وليده اللحظه، يعني مرات الزوجه بتقول لي انه ما عملت له شيء، عم بقول له بدك تاكل، بقول لي عم بتضل تنق على راسي. هلا في تراكمات، بس هي ما نقت، هي ما نقت، هي قالت كلمة واحدة، بتكون قالت كلمة. على كل هيدا النق مطبوع فينا، ما هو ظلم هيدا. هيدا ما رح شيري عليه أكيد. مش معقول يعني الظلم بهالحياة. فبصير التراكمات من الماضي، وكمان يمكن تراكمات بالعلاقة وما انحكى فيها. يعني في مرات يمكن تعرضوا لجرح معين بقلب العلاقة وطلع الغضب وكبت انكبت انكبت، فكله هيدا بيودي لنفس المكان. يعني هو شغلة بتكون دائرتنا من جوا، شيء بيكون إذانا، شيء وجعنا بطريقة أو بأخرى، إن كان نحن وصغار أو نحن وكبار. وهالصراع يمكن مثل ما تفضلت وقلت هو شيء باللاوعي، من شان هيك أوقات الأشخاص ما بيعرفوا ليه عم يتصرفوا بهالطريقة. إنما كمان وكأنه فهمت منك أنه التعبير عن هالغضب هو شغلة إيجابية، ولكن طبعا ضمن حدود. سبقتيني عليها. وهذا اللي بدي اقوله، انه نعبر هو شيء كثير مهم، بس لما نترك حالنا وقول انا معصب اليوم، او انا مزعوج اليوم، انا مش طايق، انا غضبان، بصير كانه جسم الانسان بيفرز، وبصير زياده الانسان بضله، بصير يتصاعد الغضب، بيصالوا مرات تافه بالثنائي بالعلاقات لمطارح فيها حقد، فيها شعور بالمراره، قطعنا الغضب وصلنا للمراره، والمراره هي شيء كثير مؤذي بالعلاقه، مثل كانه ما بيعود في واي باك، ما بيعود في رجعه. وهيدا اللي انا كثير بحب حذر منه، انه لما يكون في غضب ويكون في جروحات وصراع داخلي، احسن شيء للثنائي انه يلاقوا طريقه يحكوا، او يحكوا سوا مع بعض، او يحكوا بانه يكون في حدا عم بيساعدهم لحتى يحلوا المشكله. بس اذا ما حلوها واذا ضلت متراكمه بدها تنفجر، او بدها تاذي كل طريقة تفكير فيها مرارة بتوصل لمطرح مسدود. وأوقات ريتا بيصير في بين الثنائي هيك مثل حساسية، إذا فينا نقول، على موضوع معين أو موضوع معين. يعني بيصير إذا نحكى بهالموضوع، يعني مثل ما قلتي قبل المثل اللي عطيتي، إذا قلتي لهالشخص أنه شعراتك مش كتير حلوين اليوم، بيكون يمكن لأن نحكى بالموضوع كذا مرة، وبيصير فيه هالانفجار الغاضب كمان. يعني هيدي القصة بيصير كمان أنه واحد عنده موضوع حساس، يعني في صراع داخلي. أنا مثلا حساسة تنقول مع شكلي، أو حساسة مع شعري، أو مع وزني، أو حساسة مع ميولي الجنسية، أو حساسة مع حيالة شيء. أو بتصير كمان يعني بين الأهالي، يعني مع أهلك أو مع أهلك، فبيجي بيقولوا لي كلمة، ويمكن الكلمة حد الشغلة مش هي خاصة فيها، بيلاقي حاله الواحد انفجر، والناس ما بيفهموا شو صار، صح، إنه لشو هيدا الانفجار. وبتعرفي كمان مرات بنغضب لأنه في توقعات إنه علينا كتير كبيرة أكتر من طاقتنا، بتعبنا، فبصير صراعي الداخلي انه انا مني عقد التوقعات اللي مطلوبه مني، فبصير اغضب. وهيدي كمان موجوده بالثنائي، يعني الزوجه اللي مش قادر يامل لزوجته اللي هي طالبته، او الزوجه اللي مش قادره تقوم بكل الاعمال المطلوبه منها بنهار، لانه بتعرفي هلا الزوجات عندها اولاد وبتطبخ وبتشتغل وبتعمل، فكله هيدا بيولد حاله فرستريشن. وفي ناس بتغضب اكثر من ناس رانيا، بتعرفي هالشيء؟ اكيد. يعني هو يمكن الطبع كمان، قبل ما نحكي عن الطبع، هيك امبارح كمان أنا كنت عم بسمع شغلة، وعلى سيرة الحساسية بين زوجين، بيصير في قصص يمكن أوقات وكأنه انتقاد دايم. هل انتقاد الدايم ممكن يوصل إلى غضب؟ هو ريتا، كلمة انتقاد أصلاً عم بتقولي فيها للشخص التاني أنا مش قبلينك مثل ما أنت. وشعور يعني هالشعور بالقبول، الشعور بالقبول كتير مهم بالعلاقة. يعني اللي منه حاسس حاله مقبول كل الوقت، بده في مطرح يحس انه هو مش ضابط الاشياء، بحس شعور بشع عن حاله اصلا. وفي ناس تتدهور ثقتهم بحالهم. الشعور بالقبول اساسي، وهو سبب من اسباب الغضب، لانه نحن بنغضب لانه ما بيكون عندنا، بنسميها التوليرنس تبعنا، قديش قادرين نطول قدره الاحتمال تبعنا. ومرات بنربي اولادنا بطريقه انه ما يكون عندهم قدره احتمال. وبتعرفي نحن كأمات مرات، يعني بيكون ابني عم يعمل البازل ومش عم يلا يعرف يلا يعملها يلا. فبيجي انا بكبس له اياها انه تساعده فيها، انه لا،
لازم يتعرض للستريس ويعرف يحله. واذا انا خلصته من كل المواقف الستريس تبعه بصير قدرته على الاحتمال. اوقات نحن بنعمله ستريس ريتا، يعني هيدي كلمه يلا هيدي عم بهرب منها. انا اوقات بقول اذا عديت يمكن كم مره بقول يلا لاولادي بالنهار بفوت بجنس بوك، يعني مش معقول. هيدي يمكن هالستريس الدايم كمان اللي عم نعيشهم اياه. ومن هون بنوصل لقصه الطبع، في ناس طبعا حاد جدا وفي ناس طبعا رايق، واكيد انه كل الناس عم تتعرض للضغط وكل الناس بيكون عندها جروحاتها وكل الناس عندها هالماضي الاليم. عملية تطور صح، يعني الانسان اللي بيطور حاله بده يكون عنده قدره احتمال اكثر. في ناس بيهربوا من انه يطوروا حالهم، بيقولوا مثلا خليني عصب وما عليه انا عصبي او المود تبعي مغير اليوم صح. او بيروحوا مثلا بيسهروا مع اصحابهم على الجيمز، او بيروحوا ما بعرف يعملوا شوبينج، او بيروحوا مثلا بيشربوا الكول، او بيروحوا بتعرفي في طرق كثير للهروب. بس الفكره انه انا تعبان، انا مشان هيك عم عصب، انا مشان هيك عم بهرب على هالاشياء، انا تعبان. طب شو اللي متعبني؟ شو اللي مزعلني هالقد؟ مرات شيء قديم كثير ولازم اقبعه، واذا ما قبعته رح ضلني موجوع، رح ضلني عصب، ورح ضلني عم بهرب بطرق كثيره، رح ضلني عم دمر العلاقات الحلوه اللي بحياتي اللي عبالي انه عيشها كل حياتي. قد ايه في ناس عبالهم من كل قلبهم يعيشوا كل حياتهم سوا، بس الغضب عم بيسمم لهم حياتهم اليوميه وعم يقدر يشلهم من انه يعيشوا حياه مبسوطين مع بعض. انما ريتا بنشوف اوقات ناس وكانه هيك متقبلين وضعهم، وحتى انه ما عندهم مشكل انه يقولوا ايه انا عصبي، ايه انا طبعي حاد، ايه انا دغري بنفجر. يعني هل يعني شو ليه بتحسيهم انه ما عندهم مشكل يعني، ولا كانه حابين يغيروا؟ انما هالشغله بتكون عم تزعج المحيط جدا. طبعاً هو مرات من كتر الوجع بصير الانسان ما بقى بده يعمل افور، بصير بده يتخبى ويقول خلص انا هيك انا. او يمكن حاسس انه ما في غير، او حاسس محبط من حاله بصير يقولها بهيدي الطريقه. بس ان فاكت ما في انسان ما في يطور حاله ويقلل من الغضب والحزن اللي بحياته. نعم. بس اكيد في طرق معينه. وحده من الاشياء الاساسيه بدي اسالك سؤال بعد قبل ما نوصل على الطرق، يعني انا ما بشبع من وجودك ريتا. حكيتيني عن قدره الاحتمال، هل قدره الاحتمال عندها درجات متفاوته بين الناس؟ شو بنقدر نتحمل اكثر من شو؟ الانسان بيطور حاله لحتى يصير عنده قدره احتمال اكثر. طبعا هي متفاوته عند كل الناس، بتلاقي ناس سيئين هيدي حتى اذكر لسوق بلبنان، فاضعين شو معصبين يعني مكرزين كل الوقت، وبتكونوا عم بزمروا وبدهم يقطعوا وبدهم وبيكسروا وبيعملوا. بتلاقي ناس بنفس العجقه بس قادرين يعني يسيطروا على اعصابهم ويكونوا رايقين. كلنا بلبنان عم نتعرض للستريس، بس الناس اللي عندهم قدره احتمال اكثر وظروف الحياتيه تبعهم ساعدتهم انه يطوروا حالهم حتى ما نكون عم نلوم حدا. بس في ناس عندهم قدره احتمال صغيره فيهم يطوروا حالهم لتصير قدرتهم اكثر. يعني لما بقوم الصبح انا وبلش اعدد الاشياء اللي مش منيحه بحياتي، مثلا انه المي السخنه منا ماشيه، وانه السياره ما عم بتدور، وانه هيك، رح اوصل لمطرح قدره الاحتمال عندي كثير صغيره. بينما لما اوعى الصبح اقول كتر خيرك يا رب على نهار جديد عم تعطيني اياه، كتر خيرك عم بقدر امشي واحكي واسمع واقشع، كلهم هيدول بياخذوني لمطرح ثاني بطريقه تفكيري وطريقه قدره احتمال. يمكن جرب اقارن حالي مع غيري اللي عنده نواقص، وهيدي بتزيد فولا. مثلا وحده من الاشياء بتخليني بشعور هيك عندي قادره اكون ممنونه. والشعور بالامتنان كثير بيولد طاقه انه احتمل. الحلول ريتا يعني طبعا غير العلاج النفسي اللي دائما نحن بنتركه اخر حل، طبعا كيف الانسان مثل ما عم تقولي لنا انه يمكن في يوعى نهار ويقول انا بدي اشوف الدنيا اليوم بايجابيه، وهل اذا ما عالج ان كان عم يغضب دائما يفرج هالغضب او عم بيحط هالغضب بقلبه، قد ايه بتاثر هالشغله على حياته الاجتماعيه والشخصيه؟ مثل السم اللي موجود كل الوقت بحياتك، شوي شوي بتسرب على جسمك لحتى ياذيك. وهيدا الغضب هيك بسمك لإلك. يعني في ناس بيأذوا حالهم وفي ناس بفوتوا بديبرشن وبيأذي محيطك، بصير صورتك عن حالك بشعة وصورة الناس عنك بشعة. هلا الحلول في كتير طرق وفي كتير انجر مانجمنت بالدنيا وفي كتير مطارح بيعملوا شفاء انجر مانجمنت وفي كتير مطارح بيحكوا عن الشفاء الداخلي اللي بيودي للانسان يكون رايق. انا رح اختار وحده لانه كرمال ضيق الوقت اليوم وقلا بنقضي نهار انا وياكي على الطاوله هون، اللي هي رح اختار الغفران. هلا انا رح جرب اسمع اسحب منك اكثر من حل ريتا. تفضل. الغفران المسامحه.
رح انطلق منها لانه هي اقوى وحده واقوى سلاح بتعطيني القدره انه اقدر احتمل الحياه اللي قدامي، لانه لما بكون حامله وعندي دين لناس ثانيين جواتي بكون عم كل الوقت حاطه هيدا الدين قدامي وعم بعيده. بتعرفي رح احكي عن الدين المادي، حتى اذا حدا اخذ منك مصاري وما عم بيرجع لك اياهم او ما عم يدفع لك المستحقات تبعك او الناس بالشغل ما عم ياخذوا مصرياتهم، كل الوقت بيكونوا حاسين باحباط وبشعور هيك بشع وبابلينج مثل كانه غلي اي ساعه بدهم ينفجروا. نفس الشيء الدين العاطفي والدين النفسي بيكون كل الوقت الانسان حاسس انه في ديون مش مدفوعه، مين بده يدفعها؟ مثل كانه عم يبحث على حدا يدفع الدين. مشان هيك باغلب الاحيان بيطلع هيدا الحدا الانسان اللي بوجهي اللي عايشه انا وياه كل الوقت او اولادي، يعني مثل ما بنقولها بالعاميه او اولادي. ما هيدا الاصعب كمان لانه بنستضعفهم بلا ما ننتبه، مش قصد يعني بكون نحن حابينهم، بس بكون انا واعيه بموت تعبان وابني عم بنق خلص نق بعصب على النق، بس هي القصة مش النق، هي القصة أنه أنا تعبانة، القصة أنه أنا متراكمين جواتي. فبلش من الغفران، والغفران رح ياخد وقت، رح قلك ليه، لأنه كيف منغفر؟ ففي ناس بيقولوا بدي أغفر من طنيش يعني بس لا ما هيدي هي هو هل تطنيش هو نوع من كبت ريتا؟ تطنيش هو كبت طبعا، لانه لما بكبت الاشياء جواتي رح تنفجر مثل ما قلنا بطريقه ثانيه، رح تنفجر او فيي او بناس ما خصهم، فبكون عم بعصب على الناس اللي ما خصهم. الغفران هو بدي بلش اقول انا فعلا مجروحه، وانا مجروحه من هيدا الانسان بسبب هيدي الشغله، انا مجروحه بسبب انا وصغيره تعرضت لاعتداء جنسي، وانا مجروحه بسبب انه امي ضربتني كف، وانا مجروحه بسبب انه كذا وكذا وكذا، كتار اعمل لسه في امي ضربتني كف يعني كلنا اكلينا ومش هيك خلينا نغفر هيدي هي احسن لنا نغفرها احسن ما تضل تعبي جواتنا وتزعلنا علاقتنا مع طبعا يعني قبل ما بدنا نزيد الامور يعني اوقات الانسان هيك بتحسي عنده شوي ميل للمبالغه، منشان هيك هالغفران اللي عم تحكي عنه قد ايه قد ايه مهم. بتعرفي للولد الكف صعب، وحتى لو قلنا نحن قطعناها وكنا كثير منيح وكنا هيك، بس الكف صعب منه هين ابدا. هو نوع هيدا عم بطل كمان امومتنا، لانه نحن بوقت معين بدنا نطلع باولادنا يمكن بلا ما ننتبه نسفق كف. فمشان هيك بدنا ننتبه انه لا، ما هيدا الكف جاي من مطرح ما في توليرنس، مش قادرين نحتمل، لو قادرين نحتمل ما بنضرب هيدا الكف، بنضلنا نحاول بطرق ثانيه لحتى نعالج الموضوع. فلما اي ادمت انه في مطرح معين انا مجروحه فيه، انا موجوعه فيه، ومرات بدي رحله بحث مع حدا يساعدني، مع صديقه، مع حدا بقدر اتحدث انا وياه. وثاني شيء بلش فكر انه هيدا الشخص اللي اساء لإلي كيف فيني اعمل امباثي معه، كيف فيني افكر هو شو كان عم بحس وشو قطع فيه، افهمه شوي. هلا مش دائما مفهومه لانه في خطايا موجودة بهالدنيا كتير بشعة وكتير صعبة، في أخطاء كمان بيعملوها الناس اجتماعيا مع بعض يعني كمان ما بتكون مقبولة أبدا، وبتكون كتير بتواجه هالأيام يعني. فمشان هيك أنا حذرة أنا وعم بقولها هيدا دايما إنه لا، في مرات ما بنقدر، في مرات لازم نمحي الدين هيك بس لأنه انغفر لنا، لأنه نحن أخطأنا كتير طبعا، نحن عملنا فظايع بمرات كتير ونحن انغفر لنا. نعم. فلما أفكر أنه أنا انغفر لي هيدا بيعطيني طاقة كمان أنه أغفر. ريتا أدي التواصل مهم لحتى يخفف من هالغضب، يعني مش كل الناس بيقدروا يحكوا يعبروا بالحكي، إنما في ناس مثل ما عم نحكي اليوم بيعبروا بالغضب، بيعبروا بالصريخ، بيعبروا بالضرب يمكن أوقات. قد إيه التواصل أو الإنسان يتعلم كيفية التواصل بتفيد بهالموضوع؟ بتفيد كتير لأقصى حدود، لأنه هي واحدة من الطرق اللي بنقدر نطلع فيها الغضب من دون ما نكون عم نأذي. يعني قول أنا شو اللي زعجني وليش زعجني، ونقدر نوصل لحل وسط كومبرومي بين الكوفل، هيدا كتير بيساعد. التواصل هي واحدة من التولز اللي كتير 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 مهمين. وحتى حتى عم برع على موضوع الغفران، حتى بموضوع الغفران لما بقدر، لما بحس حالي عن جد غفرت بقدر أرجع أتواصل بطريقة أحسن. يعني ريتا هي الإيجابية اللي بنحكي عنها دي دايما، ودايما نفكر بطريقة إيجابية، ما نحس إنه في مؤامرات عم بتصير ضدنا، وما نحط بقلبنا طبعا لحتى نتفادى. وعم نشوف ريتا للأسف نتائج الغضب مش عبالنا نحكي فيها اليوم، إنما عم بتوصل طبعا للقتل والعنف المنزلي. شكرا لوجودك معنا ريتا الحج ريجيري، نحن كتير مننبسط فيكي. مشاهدينا نحن وقفة قصيرة ومنتابعة.